الصغيرة هند، ويمكن احنا اتكلمنا عن هند وعن حصارها وسط الجثمين وعن مجموعة مسعفين الهلال الأحمر الفلسطيني الذين انقطع بهم الاتصال كما انقطع بهند. المسعف الأخير، لحظات في حياة هذا الرجل، هذا الشاب، هذا البطل، هذا الشهيد يحاول إنقاذ هند، الله يرحمه، وارتقى شهيدا، مضافا إلى قائمة من مئات الآلاف من الشهداء الفلسطينيين على مدار ما يقترب من 100 عام الآن، فما بالنا منذ 7 أكتوبر 2023. رانيا المدهون، الكاتبة الصحفية الفلسطينية وابنة عم أحمد المدهون، هذا البطل الشهيد المسعف الذي توجه لإنقاذ هند ذات 6 سنوات التي حوصرت بين الجثمين محاطة بالدبابات والأليات. رانيا أهلا بيكي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. أنا عايز أسمع منك، عايز أعرف، مش قادر أقولك حاجة غير إنه بالتأكيد زي ما قلوبنا معاكم، بس إحنا عقولنا وإرادتنا وكل ما أوتينا من قوة، سواء إذا كانت قوة القلم أو الميكروفون أو الكاميرا أو السياسة، فنحن معكم. صحيح. عايز أسمع منك عن اللي حصل مع أحمد ابن عمك، عايز أسمع روايتك، قصتك، كيفما وصلتك. والله أحمد المدهون هو من بني العم، مش هو لحاله الشهيد في دار المدهون. دار المدهون فقدت آلاف الشهداء في الحرب الأخيرة، بس كل دار فلسطينية فقدت آلاف الشهداء، مش بس دار المدهون. أحمد صورة للفلسطيني اللي كسر حاجز الخوف، الدم عنده خلاص، شاف أهله بيستشهدوا. طبعا كمان غير أنه شاف أهله بيستشهدوا، هو من طواقم الإسعاف، فشاف يعني حالات إحنا لسه بنشوفها على التلفزيون والناس يعني تتألم، ما بالك اللي شايف كل يوم. يعني في خلال 128 يوم ما يقرب من 30,000 شهيد. انكسر عنده أحمد، انكسر عنده حاجز الخوف، لبى نداء الوطنية ولبى نداء وشرف المهنة، واستبسل نعتبره مش شهيد، مليون شهيد، استبسل لآخر لحظة في حياته. وأحمد زي ما قلتي زيه العشرات بل الآلاف، ومن بيت المدهون راح آلاف الشهداء. أي. زي ما قلتي هو لبى نداء الوطنية، نداء شرف مهنته، بل ولبى نداء الإنسانية. يعني أقدر أقول هو نموذج مصغر لكل فلسطيني من سنة 48 لليوم. اليوم اللي بيصير هو صورة من اللي صاروا أكتر في 48. 48 فقدنا 15,000 شهيد و7,000 محارب، منهم مدنيين متطوعين، ومن الجيوش العربية أعتقد كان 6,000، ما يزيد عن 6,000 عربي. اليوم إحنا تخطينا بالشهداء المدنيين بس 28,000، مفقودين حوالي 8,000، 28,000 منهم 12,500 يمكن شهيد طفل. يعني الحرب غزة اليوم تخطت مأساة حرب فلسطين 48. صحيح، بكل ولا أعلم ماذا ينتظر العالم. ولماذا ننتظر نحن العالم يعني يا رانيا؟ يعني هو كان العالم عمل لنا إيه قبل كده عشان صحيح يعمل لنا حاجة دلوقتي؟ صحيح. طب خليني أستأذنك كصحفية، الوضع في رفح الفلسطينية الآن عامل إزاي؟ والله نحن نقف على أطراف أصابعنا، لأنه الوضع في رفح إذا فعلا صدقت التسريبات وصارت ضربة لرفح، فعلا هيحصل إبادة كاملة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والجنوب من الشمال للجنوب. يعني اللي بيحصل اليوم فوق تخيلنا إنه كان ممكن يحصل. إذا انضربت رفح فعلا اتصفت القضية الفلسطينية عن بكرة أبيها. أنا مش عارف إذا كنت تابعتي بيان الخارجية المصرية. طبعا. طب كويس، رأيك في هذا البيان، يعني كيف شعرت أو أحسست عندما صدر هذا البيان وقمت بقراءته؟
احنا كنا متابعين الوضع من الاول الحرب، وكنا متواصلين مع اهلنا قبل ما ينقطع الاتصال بيهم يعني لاسابيع. المعبر في الاول كان مفتوح، ما كانش مغلق زي ما بيدعو بايدن او الغرب او يعني بعض الجرايد ووسائل الاعلام الصفراء. لا، المعبر انفتح وكان فيه جيوش من المساعدات، من الشاحنات للمساعدات لغزه، وتم غلق تم فتح معبر رفح في انتظار مرور المساعدات، واسرائيل هي اللي عرقلت سواء من معبر كرم ابو سالم او من معبر رفح البري. التاخير كان من العدو، واعتقد انه اي عربي مش ممكن يصدق تصريحات بايدن. صحيح. لكن احنا بنصدق اللي شفناه وسمعناه من اهالينا. صحيح. بيان الخارجية المصرية ذكر عدد مهول، قال انه يوجد الان في جنوب القطاع تحديدا في رفح فلسطين ما يقترب من 1,400,000 فلسطيني. صحيح. اي محاولة لاجتياح المكان سوف تصبح مذبحة شاملة. مش مذبحة، هي ابادة للشعب الفلسطيني. يعني هم نزحوا من الشمال للجنوب، اتخذ منهم اسرى، اللي وصل دون استشهاد ودون اسر يعني 1.5 مليون تقريبا، 1,400,000 او ما يزيد. يعني في الضربه اللي صارت في الشمال نزح 1.5 مليون للجنوب، اذا انضرب اكتر من نصهم هيروح. فهي بالفعل، ونعتقد انه يعني بدناش نسبق الاحداث، انه لو اسرائيل ضربت رفح بالفعل زي ما ضربت شمال غزه، انها ممكن تحدث اضرار بسور او معبر رفح وفتحات لهروب الفلسطينيين خلاله او فرارهم. يعني لا، الفرار من يعني الموت، يعني هذا مش هروب، لا، فرار. ده فرار من الموت بالضبط. وانا حقيقي يعني احمل هم الشعبين، الشعب الفلسطيني والشعب المصري. الشعب المصري وقت مكتوف الايدي يعني، والله يعني مصر تحملت فعلا الكثير، ولليوم واقفه موقف يعني مش محتاجين ان ندافع، مش محتاجين ان احنا نوضح وندافع. فهمك. اشكرك جدا جدا الزميله الصحفيه والكاتبه الفلسطينيه رانيا المدهون، وابنه عم الشهيد البطل المسعف احمد المدهون، واللي توجه لانقاذ هند. خليكم بس فاكرين هند.